ستمر فوق الجدار الدفاعي. ريعة ممتازة، ريعة ممتازة هذه قطر، ولكن وجد الضالة تاعو في البطولة الجزائرية. جميلة وممتازة هذه المراوغات. هاي المراوغة رائعة من يحيى شريف، تسديدة فهم بوعزة. شوف هنا الحارس الشوشي ما عرفش يتعامل مع الكرة، وحتى بوقروة ما كانش ينتظر ان بسكرا. ايضا هاي كرة اخرى لصالح الشباب، كرة بكرة، التسديد من بعيد، بعيدة تسديدة ولن تصل مباشرة في الهواء يا عبد النور. جميلة، ريعة ريعة ممتازة من سيدالي يحيى شريف. بعد يحيى شريف سيدي علي، التسديدة بقوة، ريعة ممتازة. عفوا التسديدة قبل وزداد مع هذه البداية، ويعطي المباراة نسق ومنعرج آخر. هذه الرأسية ما زال الخطر، وفوز الشوشي. 90 ندية حاضرة والأرقام شاهدة، وهذه الكرة من بوقروة، ريعة ممتازة، كرة بوقروة التسديدة. الثنائية محمد دراج، محمد دراج يلعبها مع ربيح، ربيح يواصل، هل سيوزع باليمنى؟ ربيح يحتفظ بها وتوصل الكرة، ما زالت الكرة لربيح، يبحث عن توزيع الكرة بالطريقة اللازمة. جميلة، فعلها الشباب، فعلها الشباب في الدقيقة 87 عن طريق البديل محمد دراج بكيفية ممتازة. شاهد كيف دار بالكرة ثم وزع بكيفية ممتازة برأسية أجمل ومن دون خطأ، يضع الشباب في المقدمة هدف مقابل صفر. فعلى فريق شباب بلوزداد، هل سترفع المولودية؟ ربما تمن البقاء في الخلف والحفاظ على النتيجة قبل دقيقة. بديل محمد